أهلا، أنا حكيم، ويلا نكمل قصتي مع الألم المزمن. خليني أحكيكم عن شعوري بالخوف اللي كنت حاس فيه مع الألم وكيف قدرت أتجاوزه. الألم مخيف، خصوصا إذا ما عرفت سببه، لدرجة بعض الناس يقولون إن الخوف من الألم يسبب لنا عجز أكثر من الألم نفسه. فيه نموذج مشهور اسمه نموذج تجنب الخوف. خلونا ناخذ قصتي كمثال عشان نفهمه أكثر. جيت أشيل صندوق، بعدها حسيت بألم في ظهري. وقتها حسيت بخوف من سبب الألم لأني ما أعرفه، وقلق من إن ألمي راح يزيد. هذا كله خلاني أبدأ أتجنب بعض الأنشطة، وبالتالي قلت قوة جسمي وزاد ضعفي. فالنتيجة هي إن جودة حياتي راح تقل، وإحباطي وقلقي من هذا الألم راح يزيد. فعشان أعالج هذه المشكلة حروح من دكتور للثاني، وكل واحد يحبطني أكثر بكلامه، فيزيد خوفي أكثر وأكثر، ويزيد عدد الأنشطة اللي جالس أتجنبها. حياتي تبدأ تفقد معناها وجمالها، واكتشفت بعدين إني جالس أعيش في دوامة تجنب الخوف. ألم يؤدي إلى خوف، يؤدي إلى تجنب، يؤدي إلى ألم أكثر، يؤدي إلى خوف أكثر، يؤدي إلى تجنب أكثر. كثير من الأشخاص اللي يعانون من الألم يحسون كأنهم في هذه الدوامة وما راح يطلعون منها أبد، بس بقول لكم على خبر حلو تقدرون تطلعون منها. الطريق اللي بيطلعكم منها هو الطريق اللي بتتعلمون فيه أكثر عن الألم وتفهمونه، وتتعرفون على الأفكار اللي تسبب تضخمه واستمراره، وإنكم ترجعون لنشاطاتكم اللي تركتوها عن طريق برنامج يسمونه النشاط التدريجي. الرحلة هذه ما راح تكون سريعة ولا راح تخلص بيوم أو يومين، لكن خلك صبور ولا تخلي أي شيء يوقف في طريقك، لأن هذا هو الطريق السليم لصحتك. إذا سلكت هذا الطريق راح تلقى عافيتك بإذن الله. وتذكر رسالة اليوم: فهمك للألم ورجوعك لنشاطك بالتدريج هم المخرج لك من دوامة تجنب الخوف. خليك معاي في الحلقة الجاية، باقي قصتي ما انتهت.